مشهد مؤثر، مشهد يعبر وحده، مشهد ثابت. أكثر من 450 طالب تونسي حرمتهم السفارة الإيطالية من حقهم في الدراسة البرة وتحديدا في الجامعات الإيطالية. اليوم في الإطار هذايا تحرك احتجاجي للطلبة هدومة، طبعا وانت معناتها واحدة من الطلبة هدومة، أعطينا شنو صار بالضبط. والله اللي صار مهزلة في حق التوانسة، ننسيو اللي احنا معناها طلبه توينسا، احنا راهو تهنا في بلادنا، راهو اون برانسيب اونتروتيان سير يكون بروفيسيونيل، اونتروتيان بروفيسيونيل تسالوا على هو شنو لوبجيكتيف منه، باش تعرف الموتيفاسيون، علاش تحب تقرا، علاش سبيسياليتي هذيك بالذات. اخكو احنا الاكثريه نتاعنا ما تسالناش، تسالنا على اسئله شخصيه، تسالنا على ميم اسئله في البوليتيك. احنا هوني مانيش جايين راه اونتروتيان، مانيش جايين باش تسالني اسئله في الشخصيه. عندك باسبور نتاعي، تعرف ليتا سيفيل نتاعي، اسكو سيليباتير ماغيي ولا لا، ما ندخلوش في تفاصيل، علاش التوا ما عرستش، علاش طلقت، قداش عندك من صغير. مش هذا لوبجيكتيف نتاع اونتروتيان دو موتيفاسيون، هذايا معروفه. مانيش هوني باش نتسال على اسئله في السياسه، شنو هي رايي من القضيه الفلسطينيه، شنو عملنا احنا الشباب في الجمعه اللي فاتت. احنا اونتروتيان باش نتسالوا على القرايه نتاعنا، لا اكثر لا اقل. ما رعنا معناها في مسفرة اللي بصراحة مهزلة في حق، مهزلة كبيرة معناها. أم خانسيب هذية ما يصدرش من سفارة تونسية، سفارة معناها في بلادنا، ما يصيرش رو هذية، ما يصيرش معناها الاستهزاء والفاسون مونك دو غسبي، سوء المعاملة، ما يصيرش أم خانسيب في انتخوبخيز صغيرة، مرفوض قانونيا في بلادنا من انتخوبخيز صغيرة. إيماجينو سفارة تتجرأ، معناها تتجرأ تعامل احنا النخبة، تعامل اتوديونات بالفاسون هذية. راهو احنا مانيش ساكتين على حقوقنا، ونطالبوا حتى المنظمات العالمية نتاع حقوق الإنسان الموجودين في تونس وفي العالم، مانيش باش نسكتوا. احنا ديجا حكينا مع الخارجية يعطيهم الصحة، دونك سمعونا وقالوا لنا باش يدخلوا معناها باش يكونتاكتيو السفارة. عملنا زاد عريضة لرئاسة الجمهورية، نستناو وراو مانيش ساكتين. يعطيكم الصحة انتم الإعلام معناها برشا سمعتونا، ونطلبوا زاد منكم انتم الإعلام تزيدوا تقفوا معنا وتزيدوا تحكيوا في السوجي، خاطر هذايا راهي قضية رأي عام، ما عادش قضية تخص طلبة، هذه تخص التوانسة الكل. لو فيت كي يتعاملوا معنا بالطريقة العنصرية بسوء المعاملة في بلاد، نعاود بلاد تحمي حقوق الإنسان والحريات. احنا الدستور نتاعنا يجرم معناها الحاجات هذيا، ما يمنعش حاجة. احنا بلاد عملنا ثورة معناها تكلمنا على حقوقنا، وكنا أول بلاد معناها نتكلموا على حقوقنا، ما يصيرش يصيروا الحاجات هذي. ما من احنا هذه حاجة معناها متفاهمين فيها الناس الكل، اللي نورمالمون ما يصيروش حاجات كيف ما هكا في بلاد معناها تحترم حقوق الانسان وتحترم العباد. معناها بالحق اللي صار مهزله كبيره، مهزله. قول القائل علاش معناتها المعاملات نتاع الاهانه نتاع الذل تعرضت لها ولا، معناتها الاغرب من ذلك انه هذوما نخبه تونس تتعرض لمعاملات قلتم انها لا انسانيه، علاش هكا؟ والله ما نجمش نجاوبك انا، هذايا سؤال تجاوب عليه السفاره، معناها احنا ما نعرفوش. كان جينا نعرف فورو مانيش قاعدين هوني نعملوا في احتجاج، هذايا السؤال انا معناها نقول السفاره هي تجاوبنا، علاش تعاملت معنا بالطريقه هذه، علاش معناها تعاملنا بالفاسون هذايا، اي سورتو اللي فما اتفاقيات. معناها نعرفوا اللي نورمالمون العلاقات بين ايطاليا وتونس علاقات جيده، معناها فما اتفاقيات صارت، معناها اتفاق علاقات صديقه اوركو سور تيغان ما صارش هذايا. معناها نتسائلوا احنا علاش وكل، ساشون كو تونس الوحيدة البلاد اللي عملنا اونتروتيان، راه البلدان العربية الكل حتى واحد عمل اونتروتيان، الناس الكل تقبلت، معناها تو داكسبتاسيون كبير، معناها العباد تقبلت ديريكتومون. شنو آخر؟ على فكرة راهو حاجة تضحك على الآخر، علاش؟ على خاطر احنا ديسمبر تويكا العباد تعدي في اونتروتيان اللي هو نورمالمون ما عندكش الحق تعمل
لي اونتروتيان لونتخي بديت معناها عبيد راهي بديت من مي سبتمبر تقرا، سامحني ضيع عليا سيمستر كامله انا نتاع قرايه، وقتاش باش نمشي؟ باش نمشي في ديسمبر نقرا معناها مش معقول. راهو احنا راهو مش عندنا بريانس كريكا، هاو عندنا بريانس كريم الجامعات مقبولين، عدينا تيست دو لونغ معناها في معناها دبلوم معترف به في ايطاليا، وقرينا في الدانتي، وراو القرايه تتكلف برشا فلوس، راهو صرفنا ملينه مش رخيصه. معناها انت سامحني تجي تحلي ايكول معناها هوني وتقبل بالالاف نتاع العباد باش تعدي، بعد تجي تتصرف معايا بالمعامله هذه وتزيد ترفضني، شنو هو البيوت نتاعو؟ علاش تحلي انت في 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 ايكول كيف ما هكا معناها؟ ورفض غير قانوني، رفض غير قانوني غير اخلاقي. راهي القضيه كيما قلت لك راهي تتعدى، راهو انه رفوع عادي، راهو هذه حكايه راي عام، راهو احنا نحبوها نحبكم انتم كاعلام تحكيوا فيه، خاطر مش معقول. راهو كان ما نتكلموش اليوم راهو الحكايه هذه باش تزيد تتعاود، باش يعاودوا راهو نفس الممارسات باش تعاود تصير معناه. على فكره حاجه الباهيه، الحاجه الباهيه اللي صارت معناها نقولوا باهيه لصالح العباد اللي باش تعدي بعدنا، بعد الوقفه الاحتجاجيه الاولى اللي عملناها بدلوا في اساليب المعامله، ولاو يعطيوا في الوقت اللي كانوا يعطيوا 30 سكوند توا ولاو يعطيوا بربع ساعه، وفما اجراء كانوا معناها اللي هو نورمالمون حسب مانيش متفقها برشا في القانون، اما نورمالمون في القانون الايطالي كي باش تعدي اونتروتيان للعبد تعدي اونتروتيان دونك تقول له مثلا شنو سالت وهو شنو جاوب وتصحح معناها نورمالمون في قانونهم هذا، نورمالمون الاجراء هذا يصير من اول ما بدينا نعديو لونتروتيان، بعد الوقفه ولاو يعملوا فيه، دونك هذايا غيانكم باش يبروتيجيو رواحهم، اما نحب نقول لهم لا راهو ماكمش تبروتيجيو رواحكم، خاطر راهو اللي صار مش واحد مش اثنين، اكثر من نحن في الجروب 500 عبد، وراهو فما عباد مازلت ما سمعتش، فما عباد مازلت قاعده تزيد، دونك النومبر دو غوفو غيالمون اكثر برشا معناها، دونك راهو كي باش تجي تصلح في جمعه معناها كوم سي باش تصلح راهو ما يبدل شيء، راهو الاهانه اللي صارت ما ينجم حتى حد يرفضها، حتى في الخارجيه قالوا لنا اللي سالتهم انا بيرسونيلمون اسكو نجموا ترجعوا للكاميرا، خاطر كي مش ترجعوا للكاميرا تو تيتخاسي، قالوا لنا عندنا الحق دونك نرجعوا للكاميرا، نطلبوا احنا يصير القانون معناها ماش انا وزاره الخارجيه وزاره العدل اللي هو يرجعوا للكاميرا يرجعوا للي زونغوجيستخومون. طالبون بجبر الضرر المعنوي. بتبيع الجبر هو احنا نطلبوا بالتعويض، التعويض شنو؟ فيزا اللي هي عندنا الحق فيها، فتقبلتني عندي بريانس كري عندي فويي عندي هذايا الكل دونك تقبلني، فمش علاش ترفضني لاسباب تافهه. راهو فما عبيد 22 سنه تكتب له عمر ايطا وقتاش تحبوا يقراوا يعني 70 سنه على فكره هما يقراوا راهو غاديكا، فما شكون يتخرجوا وخذاو معناها لي ديبلوم في 70 و60 سنه يجيو لبلادنا يقراوا في بورقيبا سكول ما نفرضوش عليهم حتى شيء، لا نقولوا لهم يجيو لايطال انكويرونس ما نفرض، بالعكس مرحبين في بلادنا ويقراوا ومكرمين معزين، علاش ما يصيرش العكس؟ كما قلت لك علاقات صادقه نورمالمون تصير الحكايه غير سيبخوك معناها. نحب نوجه نداء لرئيس الجمهوريه، نحبوا معناها ياخذ لنا حقنا، خاطر اللي صار معناها راهو مهزله وما تجيش، ما تصيرش في بلاد، نعاود برشا ونقول بلاد حقوق الانسان، رانا بلاد دستور يحمي لنا حقوقنا كانسان، كانسان وكطالب وكاللي تحب وكنخبه، دونك نطالبوا معناها بيضا ونطالبوا مش كان بالفيزا، نطالبوا فيزا مبيت وفوايي، خاطر هما فوتوا علينا معناها، خاطر فما لي دات نتاع الفوايي ونتاع البورس، دونك فوتوا علينا خاطر كي باش تمشي يقبلونا بعديك، دونك مش باش نضيعوا الفوايي باش نضيعوا المنحه نتاعنا اللي هي حقنا. ومش هذا كاو نطالبوا زاد باعتذار، اعتذار رد اعتبه، اعتذار على الشيء اللي صار. انا واحده من الناس دكتوره معناها واصله معناها دكتوره مرحله تغوازيام سيكل، اليوم دوب ما ندخل انا لونتروتيان تم استهزاء بيا بعمري. بالله على الكياس. معناها استهزاء معناها الشخص هذا يضحك، من بعد كي سمعت الباركور نتاعي بدات معناها تحترم شويه، وفي الاخر حكيت معناها بارفي معناها المادي معناها حتى قالت لي بيرفيتو معناها هو لونتروتيان كان باش يبين انه اللغه متمكنين منها،
وقلنا ايه ما يصيرش خاطر لونتروتيان راهو ما كانش موجود وفي كل البلدان ما فماش انتروتيان. كان في تونس السنه صار لونتروتيان واليوم مستغربين علاش. قلنا ما يصيرش نمشيو نعديو لي زونتروتيان ونشوفوا معناها ما يصيرش. ما احنا متمكنين من اللغه عام كامل نقرا وخسرنا برشا فلوس. مشينا دونك ما رانا كان استهزاء بنا. الضحك اللي تضحك على عمره اللي على اسمه اللي حتى وصلت معناها تستهزا على معناها بينوكيو معناها تعمل له خشمه كيما بينوكيو. هذه معناها مش لفظ معنوي كل شيء معناها تم الاستهزاء بنا كنخبه من التونسيين اللي متثقفين. قلت لك كيما قلت لك القليل فينا عامل ليسانس وفما شكون نجح باك بالبيه مش باش يعمل انجينيور معناها مستوفين كل الشروط. الاوراق نتاعنا كاملين. ما فهمناش اليوم علاش الاوراق نتاعنا معناها استوفيناهم. الكومبليمون نورمالمون في اي سفاره معناها يكون معناها واضح علاش تحطك انت عمر راهو في أي ماهيش موجوده. هذه العمر نقرا في اي نحب نطور من روحي وهذايا دليل انا بيرسونيلمون واصله دكتوراه معناها يبين اللي انا نحب نقرا ونحب نوصل ونحب نطور من روحي. يتم اليوم معناها رفضنا اسباب كي من هكا حتى باش يحترمونا ولا يجاوبونا لليوم ما فماش اجابه. عملنا الوقفه الاحتجاجيه يوم 4 ديسمبر نهار الاثنين اللي فات وحبينا ديما الامور تكون في كنف القانون والنظام وكل شيء. واليوم اخذنا معناها الترخيص وعودنا جينا لليوم ما فماش اجابه. عملتوا تحرك احتجاجي سابق وهذا التحرك احتجاجي الثاني. خلينا نسألوا على السلطات المعنيه التونسيه هل هناك تفاعل مع التحركات هذه ولا من وقت هالتو؟ هو الحقيقه فما تفاعل. فما مشينا لوزاره الخارجيه وحكينا مع مسؤولين هزينا لهم اوراق تثبت كلامنا. هزينا لهم فما شكون حتى عدى لونتروتيان وفي السيت معناها تم قبوله وبعد يمشي للمفيفا هي معناها الانترميديير مشي معناها ياخذ في الباسبور يلقى روحه مرفوض ما تمش ما خذاش الفيزا. دونك يجيه ميل معناها اكسبتاسيون من بعد يرجع معناها فما راهو برشا امثله. مشينا هزين لهم شكون عنده كويرونس معناها موتيف كويرونس وشكون عنده انكويرونس اللي هما عكس بعضهم. ايتا معناها العمر كيف ما قلت لك معناها ما فما هزين لهم. قالوا لنا وزاره الخارجيه قالوا لنا هوني نجموا نحن نتدخلوا معاكم على خاطر اللي تم مظلمه كبيره. دونك يعطيهم الصحه مشكورين على الدعم نتاعهم لليوم. لي ميديا كيف انتم يعطيكم الصحه قاعدين توصلونا في صوتنا. دونك السلطات التونسيه الحقيقه قاعده تمشي معنا وان شاء الله يوصل صوتنا للرئيس على خاطر نحبوا اليوم تتحرك السلطات اللي تنجم تاخذ لنا حقنا خاطر مظلمه كبيره صارت بالحق مظلمه كبيره. وحتى احنا السلطات الايطاليه على فكره معناها بعثنا ديزيمي للوزاره الخارجيه معناها الايطاليه اللي هو معناها مسؤول على السفاره الايطاليه باش يفهم معناها علاش. بعثنا ديزيميل بعثنا معناها السلطات الايطاليه كيف معناها لي ميديا معانا يعطيهم الصحه مشكورين يجيو يصوروا كيف وحبتوا دي زارتيكل. اليوم المشكله الكبيره في السفاره الايطاليه ما فماش تجاوب ما فماش حتى معناها باش تحترمنا احنا كطلبه. اليوم الوقفه الثانيه باش تعطينا رد اعتباري تقول لنا فسر لنا علاش معناها انت كمسؤول في تونس انت السفاره نتاعك في تونس احنا نخبه كبيره هك تشوف العدد قديش معناها واكثر من هكا راهو عباد جايه من الجنوب عباد جايه من مدنين اليوم عباد جايه من قفصه عباد جايه من قبلي. دونك علاش زعما خاطرنا مظلومين. كان جينا ماناش مظلومين ما نوصلوش راهو نجيو في الوقفه الاولى وربي يعلم بينا وقديش خسرنا والدينا قديش خسروا علينا واستوفينا كل الشروط باش انت تجي تحط لي معناها دي موتيف كي من هكا هذايا ما يكون كان مظلم. مع المعامله الاستهزاء راهو انا واحده من الناس اللي نحكي معاك تم استهزاء معناها بالعمر نتاعي وتضحك وتقول لي انكرا بامبينا معناها سامحني انا انكرا بامبينا انا نيفو با معناها ممكن انا مش ممكن سور اكثر منها معناها عامله نيفو باك بلس 8 معناها باش انت تتم باش تستهزا بيا لا سامحني لازم يتم معناها المسؤولين يتجاوبوا معانا ان شاء الله هما قاعدين يتجاوبوا نستناو في الريزلتا ان شاء الله يا رب ياخذوا لنا حقنا وان شاء الله نوصلوا الحل جذري عن قريب ان شاء الله.